بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 14 التي أكمل فيها الحديث عن مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري رحمة الله تعالى عليه في الغرب الجزائري. ومقاومة الأمير عبد القادر الجزائري مقاومة نموذجية كبيرة، لو ساعدته الظروف واستمر في هذه المقاومة لتغير وجه التاريخ في الحقيقة، لكن الأمور ضايقته من كل جانب، من الجانب المغربي وسأذكر هذا، من الجانب الأعراب والبادية، من الجانب الفرنسيين، من جانب ضعف الصفوف في بعض الأحيان، ما استطاع أن يكمل رحمة الله تعالى تلك المقاومة، وكان يملك كل مقوماتها من عزة وسيادة ونسب وحسب وحنكة ودراية وقوة وفهم وذكاء وحسن تحرك وحسن تصرف ولباقة، لكن ما أوتي القدرة على المواصلة بسبب المعاكسات الكثيرة التي أحاطت به من كل جانب. اهتموا طبعا بتنظيم العلاقة بين الشعب والحاكم كما قلت لكم عن طريق تكوين مجلس شورى، قسم عمل رئيس وزراء ونائب رئيس وزراء وزير الخارجية، عمل صلات مع بعض الدول الخارجية، وصل بين أمر إلى هذا الحد، وابتدأ مقاومة ضد فرنسا في معركة مهمة جرت سنة 1834. هذه المعركة أو سلسلة من المعارك أدت إلى انهزام الجيش الفرنسي، واضطر دوميشال إلى أن يعقد معاهدة معه، معاهدة ديميشال مشهورة في التاريخ، اضطر أن يعقد معاهدة معه. هذه المعاهدة في الحقيقة دوميشال ما كان صادقا مع لا عبد القادر الجزائري ولا مع فرنسا، اضطر أن يخفي بعض جوانب المعاهدة حتى لا تغضب فرنسا ولا تغضب الدوائر الاستخرابية هنالك. وأيضا بالنسبة لعبد القادر أعطاه بعض الوعود التي يعلم أن فرنسا لا تستطيع أن تلتزم بها لأسباب استخرابية توسعية. فالمعاهدة هذه يعني ما سرعان ما فشلت، وهذه عام 1834. هنا يعني نقطة مهمة، المعاهدة هذه 26 فبراير سنة 1834 لما كانت مجحفة بالنسبة لفرنسا وغير واقعية وأخفى منها بعض القضايا، عزلت فرنسا دوميشال هذا وعينت مكانه جنرال تيريزيل. الجنرال تيريزيل هذا جاء مكان عبد القادر، جاء مكان دوميشال، وهذا الجنرال نقض العهد مع عبد القادر الجزائري عن طريق مرور قواته في الأراضي عبد القادر بدون إذنه، وهذا طبعا أدى إلى نكث المعاهدة، واضطر بعد ذلك عبد القادر الدخول في معارك معه. بعد ذلك الذي حصل أيها الإخوة والأخوات أن عبد القادر اختار مدينة معسكر، اختارها عاصمة له، عاصمة له، وبايعه الناس فيها من قبل لما بايعوه سلطانا كما ذكرت في الحلقة السابقة. مدينة معسكر هذه كانت عاصمة له، وتكدمت أيضا مدينة أخرى بالقرب من وهران، هذه عاصمة أخرى له أيضا. يعني عندما سقطت معسكر تجأ إلى تكدمت، ثم ما سقطت تكدمت عمل عاصمة أخرى متنقلة اسمها الزمالة، هذه العاصمة متنقلة عجيبة، يعني أينما تحركت تحرك معه، فيها آلاف البشر وفيها رجالا ونساء وأطفالا، وفيها دواب وفيها مقر التعليم والزوايا والمصليات، يعني عاصمة متنقلة. فكرة لطيفة وحديثة اخترعها الأمير عبد القادر رحمة الله تعالى عليه، وهذه الفكرة أيضا كانت ضمن المرونة الكبيرة التي كانت في شخصيته رحمة الله تعالى عليه. هو طريقته في القتال كانت مثل طرائق الجيوش الأوروبية الحديثة، قسم جيشه إلى 5 فرق، فرقتان للقتال وفرقتان للدفاع، وفرقة كمنت وراء العدو تفاجئه عند تقهقره وتبيده وتبيد خضراءه ما تبقي منه شيئا، وتستولي على الذخائر وتستولي على السلاح. وكان الأمير بنفسه يتقدم الصفوف، كان شجاعا قويا بطلا، يتقدم الصفوف ودائما يواجه العدو، وهذا يذكي الحمية والشجاعة والقوة في قلب جيشه. وهذه إحدى
الوسائل المهمة لنجاح الجيش عندما يرى القائد، يرى قائده أمامه، يرى السلطان المبايع أمامه، يرى ملكه أمامه، يتشجع ويتقوى. هذا فعل العثمانيين في الصدر الأول، في صدر يعني في سلاطين الأوائل، عند مثل سلطان سليم، سلطان سليمان، محمد الفاتح، مراد، بايزيد، كان كلهم يخرجون مع الإنكشارية. فلما جلس السلاطين هؤلاء الانكشارية وخرج معهم الصدر العظيم رئيس الوزراء، وجلس السلاطين في إسطنبول، طغى الانكشارية وثاروا وبغوا. قصة طويلة ذكرتها بعض الحلقات الماضية. وطبعا الأمير عبد القادر انتصر انتصارات مهمة وأخذ بعض الموانئ على ساحل بحر أبيض المتوسط، ونشر دعوته ونشر سلطنته حتى وصلت إلى الميديا وإلى قريب من حدود الجزائر العاصمة يعني، وأرسل. وهذا كله أدى إلى تغيير القائد الفرنسي بقائد آخر جاء، وفرنسا حست بالخطر وأرسلت فرقا كثيرة. يعني وصل، حتى أبين لكم خطر المقاومة، مقاومة الأمير عبد القادر، وصل عدد جيشه في بعض جيش الفرنسيين في بعض الأحيان تحت ماريشال بيجو السفاك السفاح إلى 150,000، 150,000، وهذا كبير جدا ورقم كبير. وسأتي على بعض النصوص المهمة إن شاء الله تعالى. وحقق الأمير عبد القادر انتصارات كبيرة على الجيش الفرنسي، واستمرت عليه في كل مكان، حتى اضطرت فرنسا لتوقيع معاهدة معه اسمه معاهدة تافينة. معاهدة تافينة هذه كانت سنة 1837. هنا المؤرخون اختلفوا، بعضهم يلوم عبد القادر على توقيع المعاهدة. لماذا؟ لأن سمح لأن الفرنسيين يريدون من هذه المعاهدة التفرغ لباي قسنطينة الذي قضوا على مقاومته في العام نفسه. وللأسف كان بين باي قسنطينة وعبد القادر الجزائري كان بينهما تنافر، لم يكن بينهما اتساق، لم يكن بينهما تنسيق، هذا في الغرب وهذا في الشرق، وللأسف الشديد كان بينهما تنافر. وهذه يعني هذا أحد الأسباب الكبيرة المهمة التي أدت إلى عدم نجاح الثورات الجهادية التي قامت في الجزائر ككل، أن التنسيق ضعيف والتنافر قوي. للأسف الشديد هذا حصل، ما كنت أود أن أتحدث بهذا لكن هذا هو الواقع. بعض المؤرخين يقولون لا، إن المعاهدة كانت لابد منها حتى يعيد الأمير عبد القادر تنظيم صفوفه وإرسال المزيد من المتطوعة من أنحاء الجزائر إلى جيشه وإلى أماكن الجهاد ومعاقبة القبائل التي تتعاون مع الفرنسيين. يعني القضية فيها نظر، فيها نظر كبير. إذن 1837 عقدت فرنسا معه معاهدة تافنة. هذه المعاهدة طبعا بعد معركة ضخمة اسمها معركة المقطع. هذه المعركة يعني أثبت عبد القادر فيها قوته وأثبت جدارته وهزم الفرنسيين هزيمة نكراء. جاء طبعا هنا الجنرال كلوزيل. هذا الجنرال كلوزيل هو الذي كان حاكما عاما على الجزائر بسبب غضب فرنسا من الهزائم المتتالية على أمير عبد القادر. عين الماريشال كلوزيل حاكما عاما الجزائر، وكان طبعا كلوزيل هذا يعني سفاح نسأل الله السلامة والعافية. قام بمهاجمة معسكر عاصمة الأمير، إلا أن أمير فهم وعرف مبكرا فأخلاها وتلمسان واحتلها. فلما احتل تلمسان واحتل هذه المناطق، الأمير بدأ يعلم أنه لا جدوى من المقاومة المنظمة يعني حرب المدن مباشرة، فتجعل حرب العصابات والإغارة على الجيش الفرنسي من مكانه من إحراز انتصارات عديدة في الحقيقة. وهنا بدأت مرحلة الحصار من القوات الفرنسية، حصار وحصار قوي وحصار صعب. هذا الحصار بسبب أن فرنسا عززت قواتها بالمزيد من الجنود والسلاح، وأرسلت فرنسا 80,000 جندي من فرنسا لإخضاع الأمير عبد القادر. استمر في حروب العصابات طيلة عوام 1841 و42 و43، وأوقع خسائر فادحة، لكن القوات الفرنسية حاصرته فاضطر إلى اللجوء إلى الحدود المغربية سنة 1845. وجد من السلطان، في الحقيقة سلطان المغرب، وجد منه بعض التعاطف. الذي حصل، ماذا حصل؟ يعني تصوروا الاستجابة الفورية أو العمل الفوري من ضمن القوات الفرنسية التي اتجهت لضرب السواحل المغربية. ضربوا وجدة، ضربوا طنجة، ضربوا بعض المدن وبالمدافع من البحر، فحولوها للركام وكثروا فيها الأموات، مما اضطر السلطان إلى أن يخاطب الأمير عبد القادر ويرجوه
أن يخرج من المغرب حتى لا تحدث فتنة ضخمة وحتى لا يستولي الفرنسيون على المغرب ويكون هذه ذريعة ليستولوا على المغرب الأقصى أيضا كما استولوا على الجزائر، وهذا كان يمكن أن يحدث. هنا بعض المؤرخين يقولون إن السلطان المغربي خذله، وبعض يعني النظرات تحكم بأن هل هو خذلان من السلطان المغربي أو هو رأي حازم حكيم حتى لا تتعرض المغرب للسيطرة الفرنسية والاحتلال الفرنسي. المسألة فيها موازنات وفيها نظر، فيها نظر تحتاج إلى قطع، والقطع في هذه القضايا صعب صعب. هل أفضل أن يعازره السلطان المغربي ولو كان عبد القادر في مرحلة ضعف، ولو كان في مرحلة محاصرة تامة من قبل الفرنسيين ليدخل إلى الجزائر بعد ذلك، وربما تضطر فرنسا لدخول المغرب الأقصى وتحدث مجازر في السكان واحتلال المغرب الأقصى وبلاد إسلامية، أو أنه يتركه لمصيره ويمر بالخروج، وهذه أيضا قضية صعبة ومؤثرة. فالمسألة خياران أحلاهما مر كما يقول العرب، خياران أحلاهما مر، لكن أنا أميل إلى عدم تسرع باتهام سلطان المغرب بالخيانة واتهام سلطان المغرب بالخذلان لعبد القادر الجزائري. هذه يعني قضايا حساسة وقضايا فيها نظر طويل وفيها اجتهاد أيها الإخوة والأخوات، فيها اجتهاد، ليست أحكاما قاطعة، فيها اجتهاد. هذا نظري ورأيي والله تعالى أعلم. هنا طبعا ثورة أخرى دلعت في الجزائر، منطقة الظهرة وسهل الشلف بقيادة محمد بن عبد الله أبي معزة المشهور. استغل الأمير هذه الفرصة وقاد قواته ودخل الجزائر مرة أخرى. الأمير السلطان المغرب طلب منه أن يغادر المغرب إلى الجزائر، كيف يدخل والعيون حوله؟ الثورة لما قامت في ثورة أبي معزة المشهورة، دخل الأمير عبد القادر الجزائري بقواته ودمر الحامية الفرنسية وسسمت له كتيبة فرنسية كاملة قوام 600 جندي في ثموشنت، وشعرت فرنسا بالخطر فأرسلت 120 ألف جندي، أي 14 فرقة كاملة بقيادة بيجو الجنرال المشهور السفاك. اعتمد أسلوب الإبادة، حرق المزارع، قتل الرجال والنساء والأطفال والدواب الحيوانات كلها، أسلوب إبادة، سياسة الأرض المحروقة كما يقولون. وخاض الأمير صراعا مريرا، لكنه شعر أن القضية الآن هو في جند قليل، الأعراب كثير من الأعراب ضده ورؤساء القبائل، فرنسا ضده، فرنسا تقتل بدون تمييز حتى تضطر للاستسلام، تحرق المزارع، تحرق الأراضي، تقتل الرجال والنساء والأطفال، تغتصب النساء وتنتهك الأعراض، قضية خطيرة جدا. وجد أن سلطان المغرب لا يمكن له أن يساعده، والأعراب كثير منهم ضده وبعضهم عملاء وخونة، ماذا يصنع؟ فرأى جمع أركان دولته ورأى بعد الاستشارة أن يستسلم لفرنسا. هذا الذي جرى للأسف الشديد بعد معركة المقطع الرائعة التي فاز فيها وكبد القوات الفرنسية الخسائر، بعد معركة البطاح أيضا معركة رائعة وفاز فيها، معارك عديدة أخرى أصغر منهما، لكن ما استطاع لأن القضية كانت أكبر منه في الحقيقة، والمعاونة كانت محدودة أو نادرة. يعني هذه قضية صعبة وصعبة جدا. المهم أنا أريد أن أذكر لكم بعض النصوص الفرنسية مهمة جدا في هذه القضية. قال معاهدة ميشال اعتبرها المؤرخون الفرنسيون أكبر معاهدة مهينة في تاريخ الجيش الفرنسي كله. لماذا؟ قال لأن بنود المعاهدة نصت على التالي: تعترف الحكومة الفرنسية بسلطة عبد القادر الجزائري وجيشه على كافة العمالة الوهرانية، يعني وهران وما حولها. يحق لعبد القادر أن يستورد أسلحة من أي جهة كانت وفي كل وقت، ولا يحق للجيش الفرنسي اعتراض الأسلحة التي يستوردها أو تفتيشها أو مصادرة شيء منها. يحق لعبد القادر تعيين قناصي له في أي مكان داخل الجزائر وخارجها، واستقبال قناصي المعينين من الدول التي يقيم معها علاقات. لا يحق للجيش الفرنسي إيواء المتمردين والخارجين عن سلطة عبد القادر، وعلى الجيش الفرنسي تسليمهم إليه. هذه ما يمكن فرنسا تقبل بها، معاهدة مهينة جدا، لذلك كما قلت لكم نكثتها بعد ذلك بقليل. أيضا هنا الذي أريد أيضا أن أقول، هنا نص مهم جدا
لبيجو. البيجو هذا ويقول بعد أن زجت فرنسا بمعظم جيشها في الجزائر شكلت مجلسا حربيا بقيادة ماريشال بيجو، ما هو 10 ضباط برتبة جنرال و5 برتبة كولونيل. وقد كتب الماريشال بيجو في مذكراته قائلا لقد شكلنا مجلسا حربيا لا يتشكل إلا في الحروب الكبرى التي تخوضها فرنسا، ومنذ البداية أكدنا قناعتنا بنحن أعضاء المجلس الحربي بأن العدو الذي سنقاتله قد يكون أكبر من كل الأعداء الذين عرفناهم. فعبد القادر كما تأكد لنا داهية لا يستهان به، ويجب أن نحترم قدراته غير العادية ونتحسب لها، كما أن الذين قاتلوا جيشه أخبرونا أنهم في الواقع قاتلوا عدوا وهميا، فهذا الجيش يظهر في الأماكن التي لا توقع أحد أن يظهر جيش منها، وعندما تستوعبه وتتجه إليه يختفي في الصحراء. إن الحرب ضد عبد القادر وجيشه هي الحرب الكبرى التي نخوضها، ويجب أن نعتبرها الحرب الكبرى. سمعتم كيف؟ يجب أن نعتبرها الحرب الكبرى. أيضا في الحقيقة الكلام يقول أيضا ماريشال بيجو يعني أن لابد أن لا أملك إلا أن أنحني احتراما لقدرات رجل وضعني القدر في مواجهته كعدو، ولكنني كعسكري تعلمت منه الكثير. وأول ما تعلمته أن تلك الحكمة القيادية عندما تمتزج بحب الموت لابد أن تؤدي إلى النصر في المعارك. وهذا طبعا هذا يعني رائع جدا، هذا كلام وقوي جدا هذا الكلام. عبد القادر ماذا صنع؟ بنى في اختصارا للحلقتين بنى جيشا عقائديا سماه جيش المحمدي، ورباه على الإسلام والإيمان والجهاد والقوة والإخلاص والطاعة. وكان يحدث أفراد الجيش ورؤساء الجيش بعلوم الفقه والعقيدة والقرآن والسنة إلى آخره، وزرع في نفوس الجيش حب الشهادة في سبيل الله تعالى. هذا أهم ما يمكن يزرع في جيش نظامي على الإطلاق، وهذا الجيش إذا زرع في قلبه حب الشهادة لكان تعلم عظمة هذا الجيش. إذن المرونة في الحركة، المرونة الرائعة في الحركة، وذلك خلال ضرب العدو دون مواجهته في معركة فاصلة في أكثر الأحيان، ما يسمى بعد ذلك في حرب العصابات. استغلال البيئة، كان يجر دائما الجيش الفرنسي إلى مناطق الصحراوية خاصة في وقت الصيف وشدة الحرارة، والحركة سهلة بالنسبة للجزائريين لكن بالنسبة للفرنسيين صعبة وصعبة جدا. العاصمة المتنقلة، هذه الفكرة الجميلة التي ابتكرها عبد القادر الجزائري وحدثتكم عنها. الصفة القيادية والنهج العسكري مبتكر في تقسيم الجيش حسب التنظيمات الحديثة مما كان لا يعرفه العرب من قبل، يعني من قبل يعني في عصور الانحطاط، ولا العرب وصلوا إلى أعلى درجة في تقسيمات الجيوش في صدرهم الأول. هذا يعني مهمة جدا، واستطاع فعلا أن يهز ثقة فرنسا بنفسها، وكانت هناك قناعة عند كثيرين أن عبد القادر سيستطيع أن يخرج فرنسا من الجزائر. كما قلت لكم الأمر كان أصعب مما يمكن أن نختصره الآن وأن نتخيله، الظروف كانت أقوى منه وأصعب منه، والقدر ما كان يعني في صفه آنذاك، يعني ما كانت الأقدار كانت تريد غير ذلك، والإنسان يسلم بأقدار الله تبارك وتعالى مهما كانت. عندنا طبعا شيء مهم هو أن هناك معاهدة عقدها في 1847، عقد عبد القادر الجزائري معاهدة مهمة جدا، هذه المعاهدة مع فرنسا. هذه المعاهدة تكفل له طبعا أنه يسلم ويخرج ويسلم أفراد جيشه. ماذا حدث يا الإخوة؟ يعني في الأسف الشديد لما سلم لي لاموروسير هذا القائد الفرنسي، شريطه سمح له بالخروج حيث شاء، لكن السلطات الفرنسية ما سمحت بهذا، أخذت مجرد أن سلم نفسه إليها أرسلته إلى تطوان ثم إلى لامبواز إقامة جبرية لمدة 5 سنوات في فرنسا. الفرنسيون قلت لكم مرارا إنهم لا يلتزمون بعهد ولا وعد، ينقضون عهودا بسرعة. 5 سنوات أقام في لامبواز في فرنسا، إلى اضطر أن يراسل نابليون الثالث، قال أنتم خنتموني، أنتم أخلفتم وعدكم معي وكذا، وأنا لا أريد أن أبقى في فرنسا، أريد أن أخرج منها. نابليون الثالث كان هناك ود كبير يكنه لعبد القادر، سمح له بالخروج إلى إسطنبول، وهناك أكرمه السلطان عبد المجيد، استقبله السلطان عبد المجيد استقبالا كبيرا وكرمه، وطلب منه عبد القادر أن يذهب إلى الحج ثم يستقر في دمشق. وفعلا استقر عبد القادر الجزائري في دمشق مدة طويلة،
رحمة الله عليه إلى أن توفي سنة 1300، يعني بداية القرن الرابع عشر الهجري، 1300 توفي رحمة الله تعالى عليه، أو سنة 1883 ميلادية، 1883 ميلادية 1300 هجرية. استقر في دمشق، وكان له في دمشق موقف مشرف ومشرف جدا، يدل على أن الإسلام العظيم والله دين رائع ودين جليل جدا. يعني لما صارت المشكلة بين الموارنة والدروز، مشكلة كبيرة صارت في 1860 في جبل لبنان، وانتقلت إلى دمشق، وكان هناك 10,000 نصراني لا يدرون أين يذهبون، وليس هناك طعام لهم، وهناك خوف دائم من أن يقتلوا في أي لحظة. آواهم عبد القادر، أخذ مفاتيح القلعة في دمشق وأسكنهم فيها، وعشرة أيام كاملات يطعمهم ويسقيهم ويؤمنهم. هذا الموقف لما سئل عنه لماذا أمنت النصارى وهم فعلوا بك ما فعلوا في فرنسا وفي الجزائر وطردوك منها وخانوا عهدهم معك وكذا، قال إنما أصنع ما أصنع ليس من أجل فرنسا، إنما من أجل ديني وإسلامي. ديني وإسلامي يمنعني من إيذاء أهل الذمة أو من الرضا بإيذاء أهل الذمة، لا يمكن. وهذا الموقف شكره عليه كثير من ملوك أوروبا ورؤساء أوروبا وقناصل أوروبا وسفراء أوروبا، وأنقذ لبنان ودمشق من معركة هائلة كان ستقوم فيهما، لأن كان هناك 10,000 جندي فرنسي في البحر متجهين إلى بيروت ليقصفوها بالقنابل بدون رحمة ولا هوادة. فهذا الموقف يعني قدر له وحمد حمدا كبيرا جدا. الأمير طبعا عبد القادر كان عنده أولاد، عنده أولاد منهم محي الدين ومنهم الهاشمي. الهاشمي جاء منه ولد اسمه خالد، خالد الهاشمي ابن عبد القادر الجزائري، وكان سيكون له وضع في الجزائر بعد ذلك، وسأتحدث عنه إن شاء الله تعالى في حلقة من الحلقات القادمة. محي الدين في 1870 استطاع أن يهرب ويخرج إلى تونس. من أجل ماذا؟ من أجل يدخل للقتال، لأن كانت هناك ثورات كبيرة في آنذاك، كما سأشرح إن شاء الله تعالى بعض الحلقات القادمة، كان هناك ثورات كبيرة في منطقة الشرق الجزائري آنذاك. أراد أن يعاون محي الدين، أبوه غضب غضبا شديدا عليه، وأعلن يعني إن لم يرجع محي الدين إلى دمشق سأتبرأ منه. والسبب أن عبد القادر لما خرج عقد المعاهدة مع الفرنسيين، عاهدهم على ألا يقاتلهم حتى يموت، وأن لا يعين أحدا عليهم. يعني هو رأى أن هذا من الحكمة، لأن بيجو اتبع سياسة الأرض المحروقة وقتل آلاف الرجال والنساء والأطفال، ومستمر في قتله وحرقه الأرض والزرع والبهائم وقتل الناس، فرأى أن أسلم حل هو أن يستسلم لهم. ومعادة الاستسلام هو ألا يعاون فرنسا بعد ذلك أبدا، ألا يعين أحدا ضد فرنسا، وألا يقوم في وجهها. فعد عبد القادر الجزائري قيام ولدي محي الدين بهذا، عده خرقا للمعاهدة، وهذا من وفائه، من وفائه، ويعني هذا توجيه حسن، نقول من وفائه. وكان يمكن له أن يقول توجيه آخر، يقول هذا ولدي وهرب وأنا لا أملك له شيئا، لكن اختار أن يغضب رحمة الله تعالى عليه، وأن يطلب من ولده الرجوع، وأن يرسل رسالة إلى فرنسا يقول لهم أنا لست مسؤولا عن فعل ولدي، وهو فعل ذلك بدون رضاي، وأعلن أنه إن لم يرجع محي الدين إلى دمشق سيتبرأ منه. وبعد أحداث طويلة رجع محي الدين إلى دمشق، و رفض أن يستقبله والده، لكن توسط قنصل فرنسا في بيروت وجمع بينهما، وانتهى الأمر بحمد الله تعالى. عبد القادر كان من فرسان المعارك، وكان من فرسان القلم أيضا، كان صاحب قلم وصاحب أدب وصاحب شعر وصاحب كتب، له كتب ومذكرات ورسائل كثيرة. لما استقر له رحلات في الدول العربية، من هذه الرحلات مع والده لما كان شابا وفي غرب الجزائر قبل أن يبدأ الجهاد وقبل أن يدخل الفرنسيون أصلا، ذهب للحج ومر على تونس ومر على مصر وسوريا والعراق، وكان له مجال طويل للاختلاط بالعرب المشرق هنالك. ثم بعد أن استقر في دمشق كان يذهب تارة إلى الحج وتارة يذهب إلى فرنسا للزيارة، يعني ما رضي بالخمول والقعود، إنما كان له أعمال في دمشق، وأعمال أدبية وأعمال شعرية ومحاضرات ولقاءات مع الناس وسفر وتردد ومراسلات مع الفرنسيين ومع بعض أقطاب
العرب والمسلمين، يعني لم يرضى بالخنوع ولا بالقعود. الحقيقة يعني قضية عبد القادر، تفصيل قضية عبد القادر تحتاج إلى وقت طويل، ما أملك أن هذا الوقت أنا في أبدا في سلسلة طويلة مثل هذه وطويلة جدا. يكفيني أني أوردت في حلقتين، وهذا أيضا ما كان في حسباني، إنما كان حسباني أورده في حلقة واحدة، لكن طال الوقت علي. لكن في ذلك عبر وعظات كثيرة، كيف أن المسلمين عندما يتفرقون لا يكونوا كلمة واحدة. عبد القادر لو استطاع أن ينسق مع أحمد باي قسنطينة ليكون جبهة واحدة ضد الفرنسيين، ربما تغير وجه التاريخ، لأن أحمد باي مقاومته رائعة وعبد القادر مقاومة رائعة، وفي الوقت نفسه هذا الذي قهر 5 سنوات مقاومة مشتركة، 5 سنوات هذه في الشرق وهذا في الغرب، ولم يكونوا ينسقون وكان بينهما تنافر كبير للأسف الشديد. هذه مصيبة. قيام الأعراب ضده في بعض الأحيان، رؤساء القبائل الذين خانوه في بعض الأحيان، يعني وصل إلى أن يقتلوا جنده ويسلموا رؤوسهم إلى الفرنسيين. يعني قضايا مزعجة. نحن عندنا قضايا لابد أن نعالجها في أحوالنا الحاضرة المستقبلية بناء على العبر والعظات التي نستقيها من الماضي. كان يعني على كل حال كان جهاده جهادا رائعا ومشرفا، قدم كل ما يستطيع وبذل كل ما عنده. لما وجد أن الأمر بدأ يزيد عن حده وبدأ القتل الجماعي والحرق الجماعي وسياسة الأرض محروقة انتشرت بشكل كبير، وأن الأمر لن يعد بمصلحة الجزائريين إطلاقا، اختار التسليم واختار الهدنة وخرج من الجزائر. هذه كانت محطات في حياة أمير عبد القادر سريعة، أضف منها بعد ذلك حلقات القادمة إلى المقاومة الجهادية في القرن 19 بعد أن ذكرت المقاومتين الكبيرتين، أحمد باي في قسنطينة وعبد القادر الجزائري في غرب الجزائر. أسأل الله تعالى ولكم التوفيق في القول والعمل، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.